هو ليس جديدا على الاحتلال موضوع أي إجراء في المنطقة البدر القديمة في الخليل، ولذلك هي عملية متراكمة لعملية تغيير شكل ومنطقة وتوجه منذ مجزرة الحرم الإبراهيمي وما قبل ذلك. فلذلك تأتي فكرة المصعد التي يدعون أنها من أجل أغراض إنسانية وللمعاقين، جدلا لو سلمنا بذلك فالثقة منزوعة أصلا بهذا الاحتلال وبين الناس والاحتلال. أي إنسان يحافظ على التراث الإنساني اللي موجود في الحرم الإبراهيمي، وأي إنسان ينتهك هذا التراث الإنساني اللي موجود في الحرم الإبراهيمي فهو مجرم، وهو ضد الإنسانية، وهو ضد الأعراف والقوانين الدولية. لذلك نحن سنقف وبكل قوة وبكل عناد وبكل وطنية ضد هذا المشروع الاستيطاني لتهويد الحرم الإبراهيمي أو ما حول الحرم الإبراهيمي. نحن بحاجة ببساطة وأسهل شيء التواجد المكثف في الحرم الإبراهيمي. مطلوب من السلطة الفلسطينية تعزيز الوجود الفلسطيني في محيط الحرم الإبراهيمي، وجود السكان الفلسطينيين، وجود أصحاب المحلات التجارية الفلسطينية. هناك حاجة لعمل دبلوماسي وعمل قانوني على الصعيد الدولي، والأساس قبل كل ذلك هو تعزيز العمل الشعبي، المقاومة الشعبية غير العنيفة في المنطقة، من أجل يعني إبراز هذا الصراع الذي يستهدف الوجود الفلسطيني في قلب مدينة الحرم.